مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلتنا السعيده. الاسر بتاعتنا وصلت بسلام وامان، وهنبتدي بقى نرحب بيهم ونتعرف عليهم وناخدهم على الرحله واللعب بتاعنا على طول. بس قبل ما نلعب نبتدي نتعرف على الاستاذ ساجد. ساجد علي صوتك. ساجد عندك كام سنه؟ 9 سنين. 9 سنين؟ أوه. اوكي. طب ونص. ونص. طب اخر كلام عشان خاطري. 9 ونص. ماشي اوكي. قول لي بقى يا سجوده، انت بتحب تعمل ايه؟ بحب العب بلاي ستيشن، بحب العب كوره، بحب اصلي، بحب اذاكر. يا سلام، ولد مطيع قوي وجميل قوي. بابا بيضحك، مصدق ان ابنه بقى جميل كده وبيعمل كل حاجه حلوه وصح. طب حلو قوي، برافو يا سجودي. جايب مين معاك بقى النهارده؟ كريم. كريم مين؟ صاحبه. صاحبه الانتيم؟ انت صاحبه منين بقى يا كراميل؟ من الحضانه. من الحضانه. طب وانتوا مع بعض في نفس المدرسه؟ لا. لا؟ اوكي، بس مكملين صداقتكم من وانتوا مع بعض وانتوا صغيرين. يعني ده صحاب، صاحب عمر بقى. ده بجد صاحب عمرك فعلا. طب قول لي يا كراميلا، انت عندك كام؟ 9 ونص برضو؟ اه 9 ونص برضو. ماشي. بتحب تعمل ايه؟ نفس الحاجات اللي هو بيحب يعملها؟ اه. انت الولد الشاطر؟ ايه بقى بتعمل ايه؟ نفس اللي هو قاله بالظبط. بتصلي، بتذاكر، بتاكل، بتشرب، بتسمع الكلام، بتلعب. مش ممكن. احلام اي حد في الكون. برافو، برافو كريم، برافو ساجد. نخش على مامة ساجد. اميرة. اميرة. بشتغل كونتنت رايتر، تكنيكال رايتر كمان. كونتنت تكنيكال رايتر؟ كونتنت رايتر وتكنيكال رايتر. اه اوكي. يعني حاجة، دي حاجة ودي حاجة؟ علاقة بالسوفت وير ولا تكنيكال. طب ما يعني تعملي ايه؟ معلش عشان مش فاهمة. يعتبر بكتب حاجات زي الانستراكشنز والمانوالز بتاعت السوفت وير. اه يا كمبيوتر وكده قاعدة قدام صح؟ ماشي برافو. اوكي، يعني حاجات في السوفت وير. اه الكلام ده كله بالظبط. ماشي اوكي. حلو قوي. كمبيوتر، يعني تقعد قدام الكمبيوتر تعمل السوفت وير. استاذ هيثم. هيثم بابا ساجد. ايوه. بشتغل في التسويق العقاري. اه دي مفهومه، دي عارفين بتعمل ايه. اوكي. الحمد لله. الحمد لله. وبتربى من الاسره يا حبيبي. ربنا يخلي لك الاسره الكريمه. طيب حماس بقى، عندنا اسره ثانيه. الاستاذ كريم. كريم عامل ايه؟ كويس. عندك كام سنه؟ 8. 8؟ اه. طب وبتحب تعمل ايه يا كراميل؟ بحب العب وبحب اصلي وبحب اذاكر وبحب العب. دي الاجابه النموذجيه النهارده. احنا هنسقف بقى للي هيقول كده تاني. خلاص عرفنا، شاطرين قوي قوي النهارده. ماشي. وجايب معاك مين يا كراميل النهارده؟ تاليا. تاليا تقرب لك ايه، ولا صاحبتك؟ صاحبه اختي. صاحبه اختك؟ اوكي. وهي قد اختك ولا اصغر من اختك؟ اصغر من اختك. يعني هي ما بينك وبين اختك؟ اه. ماشي اوكي. يا تاليا عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. قولي لي بتي عندك كام سنه؟ 10. تحبي تعملي ايه؟ بحب العب مع اصحابي، بحب العب برضه. الله. ما بتصليش وتذاكري وتاكلي و طب ايش الحاجات دي كلها؟ بتعملي ها؟ لا بقول الحاجات اللي بعملها اكتر يعني. اه صح والله، جميل. شايفين البنات والنبي جميله وحنينه ورقيقه وصريحه. ماشي اوكي يا توتا. مامة كريم. ايوه. فاطمه. ايوه. فنانه تشكيليه ومعلمه فن تشكيلي. اه. كبار وصغار. اه. وعندي 41 سنه. وعندها ثقه عمياء انها تقول اكيد. برافو. برافو فاطمه. برافو برضو. بابا كريم. تامر يوسف. بشتغل في بنك. اه. بنحاول يعني نربيهم زي ما تربينا. والله يعني ربنا يعينك. هم اللي بيربونا دلوقتي. ما ده برضو الطبيعي عادي جدا. قبل ما ابدا اسئلتي احب اسالكم كده واعرف انتم متعرفين على بعض قد ايه، فاسمحوا لي اسال هيثم. قول لي يا هيثم، الميس بتاعه الانجليش بتاعه ساجد اسمها ايه؟ هو مستر مش اه. طب والله شاطر. ها. لا مش عارف اسمه. هو بس هو راجل يعني، هو مستر بس مش عارف اسمه. ساجد انت لسه ايه؟ قايل انه مستر. بيقول لك ميس اصلا. طيب ميس ميس مين؟ اسمها ايه؟ غادة. ميس غادة يا بابا. طيب بابا تامر اتفضلي. قول لي اسم المدرس او مدرسة العربي بتاعت كريم او بتاع كريم. هبة. ايه ده؟ لا بيقول لك لا. اسمها ايه؟ ايه ده؟ اسمها ايه ميس العربي؟ العربي اسمها بجد؟ بجد يا كريم؟ ميس نهال. ميس نهال. اه بس هو بس ايه اتلخبط. ايوه بس انت عارف طبعا. هو نفسه مش عارف. انا عارف يا بابا بس ايه كده اهو. طيب ساجد هسالك سؤال على كراميلا انتيمك. انت تعرف مين صاحبه قوي في المدرسه بتاعته؟ واحده اسمها تقريبا ملك. ملك؟ ملك مين يعني؟
فاكرين يا ابني بابايا بيتفرج ومامتي بتتفرج، مفيش ملك. لا مين يا كريم؟ مانو. مانو ما قالكش عليه قبل كده؟ ايوه، لان حكى لك على ملك وما حكالكش على مانو. لا احنا بقالنا كتير ما بنشوفش. لا ملك دي بنت خالتي. ملك دي بنت خالتك؟ اه هو اختلط عليه الامر. طب الحمد لله. ماما ايه اكتر لون كراميلا بيحبه؟ الازرق. ان شاء الله اجابه اخيره. حقيقي؟ طيب اوكي. ماما ايه اكتر اكله لما بتعمليها ساجد بياكلها بس بيبقى متضايق يعني شويه؟ لا ساجد ما بيتضايقش من حاجه عملها، دايما بيشكر في اكله. يا ولد كل الاكل اللي يا جماعه نسقف له عشان هو جايزه الولد المثالي النهارده. طيب استاذه تاليا، هل تعرفي كريم ايه اكتر حاجه بيتخانق فيها مع اخته هي صاحبتك؟ اي حاجه. ايه بقى؟ لسه متخانقين على كاندي. كاندي كانت مع تيا. لسه متخانقين على كاندي كانت مع تيا. البنت ابديتد وقاعده معاهم وعارفه يعني، متخانقوا على اي حاجه بس كان في كاندي. يعني نفسك في الكاندي؟ طيب مش هبقى اجيب لك انا كاندي. طب انا من رايي كفايه تعارض، ايه رايكم؟ صح؟ ما نحرجش بعد اكتر من كده ونخش في الموضوع. طيب عندنا اول حاجه خالص هنلعب بدماغنا واحنا واقفين كده، هسالكم اسئله. اول مرحله طبعا الاسره كلها بتشترك، انا مين او انا ايه. تاني وتالت مرحله صح وغلط واختيارات، الكتاكيت الحلوين بس اللي بيجاوبوا، ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده. جاهزين؟ جاهزين. يلا على طول. السؤال لاسره ساجد، انا طارد الهكسوس من مصر. الاسره كلها أحمس. أحمس الأول، برافو شاطرة يا ماما مذاكرة. ماشي، أنا مؤسس مدينة الإسكندرية. إسكندرية الأكبر. برافو يا ماما، ماما بتذاكر لوحدها. ماشي، أنا القارة التي تقع فيها دولة غينيا. أفريقيا. أفريقيا. معلش ما هو الأسرة كلها، معلش تبصليش كده، ما أنا جايبة أسئلة يمكن يجاوبوا. طيب، أنا القارة التي تقع بها دولة ماليزيا. آسيا. آسيا، ماشي. أنا جنسية اللاعب هالاند. إنجلترا. متأكد؟ أيوة إنجلترا. لا بيلعب في إنجلترا. بيلعب في إنجلترا بس هو إيه جنسيته؟ أصله إيه؟ روسي. إيه؟ روسي. نرويجي. نرويجي. غلط. ماشي اللي بعده. أنا جنسية اللاعب إمبابي. البرازيل. يا ابني ما تتكلمش، مش ليك أصلا. ها؟ البرازيل. لا لا. شفت بقى دي اللي يمشي بقى اخرب بقى اللي يمشي. والله برافو، امشي ورا ابنك. شاطر 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 شاطر، برافو فرنساوي. ماشي طيب تعالوا نخش بقى، بما انك شاطر كده تعالى لي كده عشان تلعب اول مهمه، بما انك جاوبت صح يعني البس بتاعتي كده. قاعدين تشجعوهم. عندنا اتنين كريم. كراميلا كراميلا، يلا روح هناك كده ونقول ريدي ستيدن جو. ايوه كيمو كريم، الاثنين كريم، كريم وكريم، كريم وكريم. ده ايه الكرم اللي احنا فيه ده؟ عايزين كره زرقاء كبيره. بص تحت يا كريم، بص تحت. بص تحت، اختص، انت لابس نظارتك. ايوه كده كريم الاولاني اختفى مش باين من الكور. الله كريم التاني اللي جابها. كريم الاحمر اللي جاب المهمه الاولى. هنخش على المرحله الثانيه من الاسئله. المرحله الثانيه من الاسئله صح وغلط، وانتوا بس اللي هتجاوبوا، ما عرفتوش عندكم وسائل المساعده. اوكي؟ اوكي. يلا. النورس طائر له جناح واحد كبير وعنقه كبيره واجسامها ضعيفه. صح ولا غلط؟ غلط. ايه؟ غلط. غلط؟ برافو، هي غلط طبعا. لم يهتم المصريون القدماء بتربية النحل، صح ولا غلط؟ لم يهتم المصريون القدماء بتربية النحل، صح ولا غلط؟ خمسة، عندكم وسائل مساعدة؟ أربعة. مين هنا؟ أنتوا الاتنين. أوكي. إيه يا تاليا؟ سوري افتكرت. صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ لم يهتموا؟ آه غلط. اهتموا. برافو، ماشي اوكي. طيب السؤال اللي بعده، الحسن بن الهيثم فشل في اختراع آلة القمرة وهي الكاميرا حاليا. غلط.
ما فشلش. صح 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 ولا غلط؟ صح غلط. انا انتوا ايه؟ انتوا الاثنين مع بعض ادوني اجابه. طب تشاور. صح ما فشلش ولا فشل؟ لا ما فشلش. ما فشلش يعني غلط ولا صح؟ صح غلط. انا بقول الهيثم الحسن ابن الهيثم فشل في اختراع آلة الكاميرا وهي الكاميرا حاليا، صح ولا غلط؟ غلط غلط، عشان هو ما فشلش طبعا. عباس ابن فرناس اول شخص حاول الطيران واول من حاول صنع آلة تساعد على الطيران، صح ولا غلط؟ كريم بتفكر في ايه؟ صح ولا غلط؟ صح صح ماشي اوكي. حسسني ان هو قاعد بقى ايه كده. طيب المصريون القدماء ابتكروا ادوات تنظيف الاسنان مثل اغصان النباتات الرطبه كفرشاه، صح صح طبعا يا كراميلا. ويخليني اسالني بقى السؤال الاخير هنا، في عهد الملك نوسرت الثالث تم حفر قناه تربط بين البحرين الاحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل وسميت بقناة سيزوستريس، صح ولا غلط؟ صح يا ماما. ايه قولي؟ صح صح ماشي اوكي. سمعتيها وهي بتقول صح؟ لا ما قلتش. اه انت عملتي كده بس ماشي اوكي. طب احنا عندنا مهمة تانية، الشباب التانيين بقى اللي ما لعبوش يقولي. رحلة سعيدة، رحلة سعيدة. جاهزين نشجعوهم؟ يلا يلا بينا. ريدي ستيدي جو. الله ساجد ولا تاليا؟ تاليا ولا ساجد؟ الله تاليا is very close. ساجد تاليا تاليا ولا ساجد؟ من عندك يا تاليا، من عندك. أي تاليا ولا ساجد؟ اللي ساجد ما تعلوا صوتكم. ساجد ولا تاليا؟ خلصتوا ولا ساجد ولا تاليا؟ تعالوا. نخش على المرحلة اللي بعدها وتصحصحوا لي شوية. يمكن اختيارات، هنختار ما بين الأقواس، هديكوا اختيارات وانتوا تقولوا لي أوكي. إيه الحاجة اللي بتمنع الجسم من التحرك للأمام لتجنب الإصابات الناتجة عن التوقف المفاجئ للسيارة؟ حزام الأمان، الوسادة الهوائية، المرآة. الحزام. أيوة برافو، حزام الأمان اللي لسه كنت أشرح لك. برافو ماشي. نستطيع رؤية الأشياء نتيجة انعكاس ولا انكسار ولا تحليل الضوء عليها؟ بنشوف الأشياء نتيجة انعكاس الضوء ولا انكسار الضوء ولا تحليل الضوء؟ انعكاس. انعكاس الضوء طبعاً. برافو. يشيدون الجدران والطوابق باستخدام الطوب والأسمنت، البناؤون، السباكون، عمال الكهرباء. البناؤون. ما هي دي البناؤون. برافو ماشي. يقومون بزراعة المحاصيل وبيعها، الخياطون، المزارعون، الرسامون. المزارعون. المزارعون طبعا اوكي. رأت سميرة ست سيارات، ستة، في طريق عودتها الى المنزل. اذا كانت كل سيارة بها اربع عجلات، فما اجمالي عدد العجلات التي رأتها؟ 6 times 4 equals 23 22 24 24. برافو يا كراميلا. كراميلا كراميلا، ده انت جاي ايه ده؟ رافع راسك جامد. ماشي. يجري مالك مسافة 3 كيلومترات كل يوم، عدد الكيلومترات اللي بيجريها في 7 ايام تبقى 21. برافو تاليا، من غير لما اقول اي حاجه خالص عرفت لوحدها. شاطره جدا 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 كده، احنا شاطرين واطمنا ان دماغنا صاحيه. تيجوا نشوف هنعمل ايه كلنا عند التوازن. جينا بقى للاسرتين بتوعنا بقى ومرحله التوازن، هنشوف هيعملوا ايه. وانا متحمسه جدا جدا. مين متحمس وجاهز؟ كله. طب تعالى يا كراميل. هتشجعه كريم؟ اه. يلا يا كراميل. انا بقى هحاول اوقعك عادي جدا. ركز. عارف؟ ركز. انا اساسا جايه اوقع هنا بقى. يلا يا كريم. والنبي شاطر. يلا كريم. شاطر ومركز. والنبي شاطر ومركز، بس هيقع. هيقع ولا ايه؟ هيقع ولا ايه؟ يا تي هيقع. تعالى تعالى. ماشي. اوكي. ها. الله؟ لا بالسطول. انت ايه رايح فين؟ انت قررت ترجع؟ احنا يعني في ايه؟ كمل يا كريم. كمل يا كرم. ايوه كمل بوشك كده اهو. كمل كده والله. شاطر 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 شاطر. برافو.
يلا ارجع بقى وريني هترجع ازاي بقى. الله 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 الله. ايه ولد ده؟ ايه السرعه دي؟ ولد ده ايه ده؟ اردون شاطر. تاليا مين بيشجع تاليا؟ وهي بتقع. مين بيشجع تاليا وهي بتقع؟ اعمل ايه؟ تاليا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله مشيت في الوقت المناسب. يلا يا ماما. مين هيشجع ماما؟ ماما ماما احكي لي عن الجلابيه والترعه. بجد والله. يلا يا ماما يا ماما. في ايه يا ماما؟ تخافيش. ايوه كده. في ايه ماما؟ ماما هتوعي؟ قولي لي قبل ما توعي. قولي لي قبل ما توعي او توقعي حاجه. قولي لي يا ماما. والله برافو 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 يا ماما. ماما ماما ماما. الحمد لله الحمد لله جت سليمة. برافو يا فاطمة والله. يلا يا بابا. رحلة سعيدة رحلة سعيدة. ايه ايه بابا ده؟ الله الله. ايه يا بابا؟ احنا لسه في أول خطوة. ما خدناهاش. بابا ما خدناهاش. ما خدتش. يا ايه يا بابا؟ يلا يلا. اه سوري. يلا 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 يا بابا. لا انا ما لا 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 لا. جبت لك الفول تقع فيه براحتك. برافو برافو بابا والله برافو. الله كريم فرحان قوي. يلا يا بابا. ايه ده بقى؟ الله الله. بسرعة يا بابا بسرعة يا بابا. ايه ده؟ 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 والله كان هيقع بس. برافو برافو والله برافو يا استاذ تامر. كده كريم وتامر اللي عدوا. نخش على الاسره اللي بعدها ونشوف. يلا يا سجودي. رحله سعيده رحله سعيده. ايوه يلا. ايه ده؟ ايه ده؟ الله ايه ده؟ الله ايه ده؟ ايه ده؟ ساجد. برافو يا ساجد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الله. حاسب والله. برافو برافو ساجد. يلا يا كراميلا. رحلة سعيدة رحلة سعيدة. الله يا كريم الله يا كريم. هتقع ولا ايه؟ يلا يا كيم يلا يا كيم. برافو يا كيم والله. ايه هتقع اهو. خلي بالك خلي بالك لو وقع هتخسر. ايوه خلي بالك لو وقع. ايوه هتخسر. وانت كمان هتقع ولا ايه؟ برافو كراميلا. يلا يا ماما. رحله سعيده رحله سعيده. ما بانتش كده من تحت. ما انا عارفه. يلا يا ميرو يلا يا ميرو يلا يا ميرو. يلا يا ماما. يلا ميرو ميرو. ماشي يا ميرو والله برافو. للاسف اميره وصلت بس وقعت في الاخر. مش هترجعي. ايه ده؟ خسرتي. بس بس وقعتي واقفه. وقعتي واقفه. اسمها وقعتي واقفه. يلا يا هيثم. رحله سعيده رحله سعيده. يلا يا بابا. ده من فوق صعبه قوي. ايوه وما قلتلكش. يلا يا بابا. الله هاي سام هاي سام. انا الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله. نجينا يا الله. برافو استاذ هيثم والله. جامده طبعا جدا. بكده تبقى الاسرتين متعادلتين. تعالوا نروح نشوف هنعمل ايه في الفي ار ونرجع تاني. رحله سعيده
وصلنا للفي ار حيث الحماس الرهيب اللي تاليا موجوده فيه مش قادره تمسك نفسها وعايزه تبتدي اللعبه على طول. يلا يا تاليا ابتدي اللعبه على طول ويلا نشجع تاليا على طول. يلا يا توته يلا الزرقاء بالزرقاء والحمراء بالحمراء. اه حاسبي بقى تخبط. ايوه برافو برافو يا تاليا. ايوه حاسبي ماشي. ايوه برافو برافو يا تاليا. ايوه دونت ميس خالص. تاليا 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 كريم بيشجعك بحماس رهيب. برافو يا كراميلا شجع. ايوه يا توتا برافو يا تاليا. يا سلام يا سلام فايتر يا ولاد. مش ممكن مش ممكن. ايوه يا توتا. لا 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 الدنيا بتبوظ بقى مننا ولا ايه؟ بتبوظ بقى مننا ولا ايه؟ ايه ده بقى؟ ايه بقى ده؟ ايوه رايحه فين؟ جايه منين؟ الله 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 الله. اي شطاره حلاوه طعامه لذيذه. برافو 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 برافو. ايه ده بقى؟ ايوه ايوه حاسس احمر وازرق بلدي ثواني. ايوه هي بتلخبط معلش معلش. ايوه بس شكلك هتخلصي الجيم وهتبقي شاطره شكلها كده. ما تبطلوش تشجيع. برافو يا تاليا. ايوه كده وهو يمين وشمال وشمال ويمين. ارجعي ورا سنه سنه كمان. برافو. ايوه يا تاليا برافو كده. تعالوا برافو يا تاليا شاطره تاليا جدا جدا. مين من هيلعب من فريق تاني؟ ساجد عارف وبرده سخن جدا وداخل يبتدي على طول ديسبلاي. ايوه وهنشوف هيعمل ايه. برافو ساجد. تفتكروا ساجد هيعمل ايه؟ سيجا بيشجعوك. حاسب يا ساجد والنبي يا ساجد. ايه ده من مكانه؟ حاسب يا ساجد. يا ساجد ما بتتحركش ليه؟ اللي بتحرك. ايوه برافو يا سيجو. برافو يا سيجو. متأني قوي يا جماعه. ايه التأني ده؟ التأني ده موترني. هل هو متمكن من ادواته؟ هل هو شاطر جدا ولا هل هيقع معانا؟ لسه مش عارفين ولكن لغايه دلوقتي شاطر جدا. برافو برافو برافو. لا 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 حاسب حاسب. ايوه شاطر. الله شاطر. بابا بيقول لك شاطر. برافو يا سيجا. ساجد ساجد والنبي الكريم اللي بيشجع. جميل ساجد. ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى. يلا ده انت تاني واحد تقريبا تلعب معانا اللعبه دي وما تحركش رجلك اصلا. والله برافو يا ساجد. برافو يا ساجد. ايه ده ايه ده ايه ده ايه التمكن ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ عجبتني قوي دي يا ابني. عجبتني قوي يا ابني والله حلوه. لا 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 برافو. الله الله يا سيجو على اللعب ده. فن ده ده فن مش لعب. ده فن مش لعب يا جماعه. شطاره حلاوه طعامه لذاذه. متمكن واقف مكانه ما بيتحركش وعرف يبقى بيعدي ليفل بسرعه وبسهوله رهيبه جدا جدا. تعالوا نروح نسمع حدوته حلوه ونرجع نكمل لعبنا وشقاوتنا وحركتنا. اهلا بكل اصحابنا في رحلتنا السعيده. برحب بيكم وباصحابي الموجودين معايا النهارده وكلنا النهارده هنروح في رحله لمكان جميل جدا. احنا كلنا بنحب البحر وبنحب نروح البحر ونلعب ونستمتع بالجو الجميل ونعوم، لكن عمرنا قبل كده رحنا الغابه جوه البحر؟ لا لا لا. احنا قصتنا النهارده اسمها غابه بين الامواج. في غابه ممكن تبقى بين الامواج؟ لا. طب هي الغابة أصلاً بيبقى فيها إيه الغابة؟ فيها إيه؟ الحيوانات. حيوانات مش كده؟ والبحر فيه إيه؟ أمواج وأسماك. إزاي الحيوانات راحت جوه البحر وبقت بين الأمواج؟ اللي هيقول لنا إجابة السؤال ده صاحبنا أمير. أمير هو بطل قصتنا النهاردة يا أصحابي. إحنا بنحب كلنا البحر وسنة بعد سنة بنكبر والبحر كمان بيحبنا، ولما نروح كل سنة للبحر بيشوف إحنا طولنا قد إيه لما يشوف إحنا بدأنا ندخل لحد فين المية وصلت لنا. فالبحر هو كمان بيحب كل الأطفال ويتبسط لما يجوا يلعبوا معاه بين الأمواج بتاعته. لكن في ولد البحر بيشوفه كتير كتير بيزوره كل يوم بيروح عند البحر وعمره ما نزل البحر أبداً ولا لعب مع الأمواج. الولد ده اسمه أمير. عارفين أمير كان بيعمل إيه؟ إيه؟ كان بيبيع العوامات اللي إحنا بناخدها
ونلبسها ونتبسط بيها وننزل البحر نعوم. كل يوم الصبح كان أمير ياخد العوامات اللي على أشكال الطيور والحيوانات يحطها في دراعاته ويروح عند البحر، يفضل ماشي طول اليوم على الرملة يقول عوامات على أشكال الطيور والحيوانات للأولاد والبنات الحلوين والحلوات. كل يوم طول النهار في الشمس والحر يمشي أمير وهو مبسوط، ويبقى فرحان قوي لما حد من الأولاد يقول له يا أمير تعالى يا أمير، يجري أمير يقول له ها معاك إيه النهاردة، يقول له معايا قرد وزرافة وفيل. معاك إيه تاني يا أمير؟ معايا طيور كتير. يفضل الولد محتار، طب أخد ده ولا ده ولا ده، وفي الآخر يختار العوامة اللي تعجبه يدخل بيها البحر، وأمير يفضل واقف على الشط يعمل له باي باي وهو مبسوط إنه الولد اشترى منه عوامة حلوة ودخل البحر وهو مبسوط ومعاه عوامته. لكن أمير، هل أمير بينزل زيهم البحر؟ لا. ليه مش بينزل البحر؟ عشان هو بيعمل إيه؟ بيشتغل. عشان هو بيشتغل. بس رغم إنه بيشتغل ومش بينزل البحر، لكن عمره ما كان زعلان أبداً ويقول إشمعنى أنا ما بنزلش؟ إشمعنى كل الأولاد بيروحوا البحر وأنا لا؟ لأنه كان عارف إنه هو اللي بيعمله ده في أجازة الصيف، إنه بيشتغل عشان يساعد باباه ومامته في الصيف، لأنه هو برضو داخل على المدرسة والمدرسة محتاجة مصاريف كتير، فهو كمان لازم يساعدهم إنه طول الصيف يشتغل ويبقى معاه فلوس لما تبدأ الدراسة يدخل المدرسة تاني، ويبقى الفلوس دي يقدر يساعد بيها باباه أو مامته في مصاريف المدرسة. ده حاجة كويسة ولا وحش؟ كويسة. ده تصرف كويس بيعمله أمير؟ فعلا هو تصرف جميل، وتصرف زي ما بنقول نبيل. يعني إيه نبيل؟ يعني تصرف حلو، إن هو مش بيفكر بس في نفسه وعايز طول الأجازة يلعب، وعارف إن باباه ومامته بيشتغلوا ولكن محتاجين دايما يبقى معاهم مصاريف أكتر عشان يقدروا يصرفوا عليه هو وإخواته. مين اللي كان بيتفرج على أمير كل يوم ونفسه مرة واحدة بس أمير يجي يلعب معاه؟ مين؟ البحر. 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 البحر بقى يقول إيه؟ نفسي مرة الولد ده يجي يلعب معايا، أنا بشوفه كل يوم وببقى مبسوط بيه، بس هو عمره ما قدر يلعب معايا، لأنه طول النهار رايح جاي رايح جاي، وما بيمشيش غير لما خلاص الشمس بتبدأ تغرب وكل الناس اللي قاعدين على الشاطئ خلاص يبقوا عايزين يروحوا، هو كمان بيروح. إحنا ممكن نلعب في البحر بالليل؟ لا. ممكن نروح البحر بالليل؟ لا. طبعاً لا. في يوم يا صحابي من الأيام كان خلاص الصيف بدأ يخلص والناس خلاص بدأت ما تجيش كتير البحر، وبدأت الأيام تبقى إيه ساقعة شوية بس مش قوي، برضو أمير قال لحد آخر يوم في الأجازة أنا لازم أشتغل، ويمكن ربنا يعني يكون شايل لي حاجة كويسة وألاقي ناس قاعدين على الشط. في اليوم ده أمير راح ومعاه العوامات بتاعته، ولكن الحقيقة ما كانش فيه ناس خالص غير يمكن ناس بسيطة قوي ومش معاها أطفال فمش هتشتري عوامات. البحر قال بس دي فرصتي النهاردة، أنا هخلي أمير يجي ويلعب معايا. طب إزاي بقى البحر يخلي أمير يجي يلعب معاه؟ هيعمل إيه؟ إيه؟ أمير رايح جاي رايح جاي، البحر قال يا موج يا موج بسرعة بسرعة، موجة قوية خليها تضرب أمير جامد. ليه تضرب أمير جامد؟ الموجة لما ضربت أمير جامد وهو ماسك العوامات في دراعاته غصب عنه رجله اتحركت. لما رجله اتحركت إيه اللي وقع؟ العوامات وقعت وجريت جوه المية. طب هو هيعمل إيه وقتها؟ هيجري وراها. هيجري وراها، يبقى دخل جوه ايه؟ البحر. جوه البحر. عارفين بقى ايه اللي حصل؟ العوامات يا صحابي لما دخلت جوه البحر كانت عامله زي الغابه، لانها البحر بقى كله حيوانات، صحيح مش حقيقيه بس زي الغزاله اللي معانا حيوانات من العوامات، كل عوامه عليها راس حيوان، اسد، غزاله، فيل، درفيل، كلهم سوا بيلعبوا. في الحقيقه هما مش اصحاب. يعني هقول لكم مثلا، الفيل بيعيش على الارض ولا في البحر؟ على الارض. والدرفيل بيعيش في الارض ولا في البحر؟ في البحر. هل ممكن الاثنين يبقوا اصحاب؟ لا. لا، لكن في البحر كانوا اصحاب. لما العوامات دخلت جوه البحر الفيل اتصاحب على الدرفيل. طب الاسد ممكن يبقى صاحب الغزال؟ لا. الاسد في الحقيقه بيعمل ايه في الغزال؟ بياكله. لكن لما كانوا العوامات في البحر، العوامة اللي عليها الغزال والعوامة اللي عليها الأسد،
بقوا صحاب. غابة كانت جميلة قوي لأن كل الحيوانات فيها عايشين في سلام وأصحاب، وأصواتهم بقى كلها، البحر بيتخيل طبعاً إن أصواتهم كلها بقت مع بعض، يعني مثلاً الحصان صوته اسمه صهيل، والحمام صوته اسمه هديل، يعني أنتوا لو لقيتوا بنوتة اسمها هديل تعرفوا إن معنى اسمها هو صوت إيه؟ الحمام. الحمام الحمام الحصان بيصهل جامد، والحمام الهديل بتاعه جميل، وهما الاثنين مبسوطين. كل الحيوانات والطيور بقت بتلعب مع بعضها ومبسوطين، والبحر مبسوط بيهم. لكن أكتر حاجة البحر كان مبسوط بيها هو مين؟ أمير. بدأ البحر يلعب مع أمير، ويحس إن أمير إيديه غير إيدين كل الأطفال التانيين، لأنه بيشتغل وماسك العوامات على طول في إيديه، وكل عوامة مربطها بحبل عشان ما تطرش منه، فإيديه خشنة لأنها بتعرق طول النهار ماسك العوامات وماشي في الحر في الصيف، فإيديه خشنة. البحر قال إيدين أمير لازم نقول لها متشكر، ونقول لها إحنا بنحبك يا أمير، يلا يا سمك. السمك الصغير جه وقعد إيه كده يطبطب على إيدين أمير يخليها كده إيه ناعمة وجميلة وكده مش تعبانة ومش لونها كده أحمر كده وحاسين كده إنها ورمة شوية من الحر. يا أمير، أمير كان فرحان يقول يا أنا مبسوط قوي، أنا مبسوط قوي. رجلين أمير كمان زي رجلين الأطفال التانيين؟ لا لأنه طول النهار ماشي على الرملة السخنة السخنة السخنة، وماشي حافي كمان. رجليه تبقى عاملة إزاي؟ يبقى شكلها وحش قوي. تبقى كمان بتوجعه ولا لأ؟ بتوجعه، بس هو مستحمل الألم عشان ده شغله اللي هو عايز يعمله وبيحبه، لأنه عارف إن دي الطريقة اللي هتخليه يساعد بابا ومامته. رجلين أمير برضو هي كمان تعبانة قوي، وشكلها فعلاً كده مجهدة ويعني حمرة قوي 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 من الرملة السخنة. يلا بسرعة يلا بسرعة يا سمك. السمك قعد يلعب حوالين إيدين أمير، والأعشاب البحرية الموجودة في البحر قعدت تدلك رجليه واحدة واحدة. قال الله أنا كده مرتاح، أول مرة أحس إن أنا كده مش تعبان ورجلي وجعاني على طول. يا سلام يا أمير، قد إيه أنت ولد جميل لأنك بتستحمل كل التعب ده وبتمشي في الحر، ما بيهمكش إنك تعبان بس عشان تساعد بابا وماما وتعمل عمل كويس. قضى أمير يوم طويل قوي وهو بيلعب مع البحر وبيلعب مع العوامات في البحر، لأن خلوا بالكوا كمان إن هو عمره ما لعب بالعوامات، هو بيباعها، فلا لعب مع البحر ولا لعب بالعوامات. في اليوم ده بقى مش لعب بعوامة واحدة، ده لعب بكل العوامات اللي هو طول النهار ماسكها بس عمره ما لعب بيها. أمير يبقى إحساسه إيه بقى؟ إحساسه وحش. يبقى عامل إيه دلوقتي؟ هو بيلعب مع البحر كده وفرحان بالعوامات وبالبحر، يبقى عامل إيه؟ فرحان ومبسوط، والبحر فرحان أكتر من أمير. يوم عدى جميل، وفي آخر اليوم البحر قال أمير لازم بقى خلاص يرجع ويروح بسرعة. يلا يا موج طلع العوامات كلها عشان ياخدها أمير. أمير بيلعب، لقى العوامات كلها جاية عليه تاني، أخذ العوامات بتاعته وهو مبسوط وفرحان، والبحر كمان كان فرحان. بس أنا عايزة أسأل أصحابي سؤال، إحنا لما بنقعد في البحر على الشط وبنشوف الولد أو الأولاد اللي ساعات تمروا قدامنا بتبيع العوامات، إزاي بنتعامل معاها؟ يعني بنبقى كده بنعملها كده ان هم كده بنبص لهم ان هم كده اولاد كده يعني مش زينا بيتفسحوا ولا بيروحوا البحر، ولا بنبقى حاسين ان احنا يعني عايزين نبسطهم عايزين نشوفهم مبسوطين وممكن نشتري منهم عوامه واثنين وثلاثه عشان نحس ان احنا بنساعدهم؟ بنعمل ايه؟ بنبقى عايزين نبسطهم، يعني ممكن نحس ان الولد ده احنا ممكن نبسطه ان احنا نشتري منه، بس ما نحسسوش ان احنا بنعمل كده عشان نساعده، يعني نحسسه ان احنا مبسوطين ان احنا بنعمل كده، مش بنعمل كده عشان هو بقى يعني محتاج واحنا لازم نساعدك. لا، دايما لما نحب نساعد حد ما نحسسوش ان احنا بنعمل حاجه عشان بس نساعده، نحسسه ان احنا عايزين نعمل الحاجه دي وان احنا كمان مبسوطين واحنا بنعملها. صح ولا غلط؟ صح، لان هو طفل زينا ووقت طويل بيقضيه في الشغل ومش بيلعب، فمن حقه كمان إن إحنا نديله كمان لحظات سعادة إن إحنا بنساعده، بس من غير ما نحسسه إن إحنا بنساعده وقصدين إن إحنا نساعده. أمير كان مبسوط قوي باليوم الجميل ده، وأول ما روح تعرفه عمل إيه؟
خد الكراسة والقلم وقعد يكتب كل اللي حصل في اليوم ده. وأول ما المدرسة بدأت وأول حصة في العربي، المدرسة قالت لهم أنا عايزاكم تكتبوا لي عملتوا إيه في الأجازة، كل واحد يكتب لي أكتر حاجة عملها في الأجازة وكان مبسوط بيها. أمير حكى قصته كلها وقال إنه بيشتغل عشان يساعد بابا وماما، وإنه بيبيع العوامات، وحكى اليوم الجميل اللي قدامه على البحر، وإزاي إنه لأول مرة ينزل البحر، وإزاي إنه لعب مع العوامات كلها. يعني كل طفل بيشتري عوامة بيلعب مع عوامة واحدة، لكن أمير لعب بقى مع كل العوامات. المدرسة الحقيقة اتبسطت خالص من الموضوع اللي كتبه أمير، وكافئته إنها طبعت القصة بتاعته، والقصة اتباعت، وطبعاً الفلوس اللي اتباعت بيها القصة ادوها لمين؟ لأمير. فكمان بقى عنده دخل تاني، أو بقى عنده فلوس تانية من إنه كمان عنده أسلوب حلو، بيعرف يكتب وكتب موضوع جميل، فده شجعه إنه يقرأ أكتر ويكتب قصص أكتر. وأنا عايزة من أصحابي دايماً أي يوم جميل في الأجازة أو في المدرسة يكتبوا ذكرياتهم في اليوم ده ويحتفظوا بيها، لأن بعد كده لما نرجع نقراها بنتبسط ونفتكر الأيام الجميلة اللي إحنا قضيناها. أتمنى يا أصحابي تكون قصتنا النهاردة عجبتكم وعرفتوا سر اسمها اللي أول ما هتسمعوها هتستغربوا، غابة بين الأمواج، لكن عرفنا إزاي البحر كان جواه غابة كلها حب وسلام، غابة كان السبب فيها صديقنا الجميل أمير. وأشوفكم حكاية جديدة من حكايات ماما سماح. جينا بقى للعب الترابيز، هنشوف الأستاذ ساجد والأستاذة تاليا مين هيودي كورة الناحية التانية بسرعة جدا. يلا بينا، ريدي ستدي جو جو. برافو ساجد، دخلها وطلعها تاني. برافو تاليا، دخلتها لسه ما طلعتهاش تاني. برافو ساجد، الله ساجد عمال يدخلها ويطلعها. ايوه يا ساجد، برافو برافو يا سجودي. تاليا ما بنزقش هوا بس. برافو تاليا، دخلتها في البلوكه الثالثه. تضحك على ايه ده؟ انا تفهم. يلا يا سجودي، تاليا لسه في البلوكه الثالثه، اما ساجد لسه في المركز الاول، الحته الاولى بلوكه بتاعته اصلا، دخلها في البلوكه الثانيه. برافو. لا 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 لا، بالهوا 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 بالهوا. تعالي من هنا، تعالي من هنا. الله يا سجودي، الله على البلوت تويست. سجودي سجودي وتاليا في نفس البلوكه، تعالي من الناحيه الثانيه. ساجد قرب ودخلها في البلوكه الثالثه. برافو يا ساجد، برافو يا ساجد. هوي يا ساجد جامد، عندك هنا من هنا. دخلت تاني. لا 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 لا، بالهوا بالهوا بالهوا، من هنا يا ساجد اهو، من هنا كده. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده. الاثنين في نفس المرحله. يا ابني يا ابني يا ابني، ساجد عرف يطلعها الاول. برافو يا سجودي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني على نفس الترابيزه. برافو. جينا لتاني لعب الترابيزه، وهنشوف الاستاذ كريم والاستاذ كريم هيعملوا ايه، كريم الاصفر وكريم الاحمر. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يلا بينا، ريدي ستادي، امسك كورتك اند جو. الله، يلا مين هيدخل اول كوره يا ترى؟ اقوى شويه كيم. ايوه يا ابني، ده ايه الحظ ده يا ابني؟ الله، كريم الاحمر اول كوبايه، اول كوبايه حمراء، اول كوبايه صفراء. برافو. ها ايه يا ابني؟ بالراحه شويه. ها ها، بالراحه بالراحه، جرب. ماشي بالراحه يا كراميلا، ماشي. كريم الاصفر بالراحه يا ابني. أدخلت ايه ده؟ حلو، تاني كوباية حمراء، تالت كوباية صفراء، انتوا ايه مع بعض؟ الله، تالت كوباية صفراء، تالت كوباية حمراء، فاضل كوباية واحدة. انت خلصت كورك، كوة خلص كوباياته، وبكده يبقى الفريق الأحمر لسه متصدر. هنشوف هنعمل ايه في اللعبة التالتة على نفس الترابيزة. برافو. وصلنا بقى لتحدي المسدسات بالكور الفل، وكل واحد هياخد المسدس بتاعه ويبتدي، ونشوف مين اكتر حد هينشن على اكبر عدد كوبايات موجود. جاهزين؟ جاهزين. هيا بينا نقول ريدي ستدي جو. الله يا بنتي، الله، بالحبه بالحبه، شاطره شاطره، نشن، اضرب اضرب. برافو، الله، وانت كمان بالحبه كده، احنا متساويين تقريبا ولا ايه؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4 5. برافو
برافو. ايه لا خلاص خلصت كورك؟ تعال اقف هنا. وانت خلصتي كورك؟ خلاص؟ يلا الحمد لله حصل خير كده. الفريق الاحمر لسه مستمر في الصعود وفي الكسبان، جامدين جدا جدا على الالعاب الترابيزه، ولسه الفريق الاحمر هو اللي كسب للمره الثالثه على العاب الترابيزه. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. يلا جينا لاخر لعبه ترابيزه. لغايه دلوقتي الفريق الاحمر متقدم 3-0 على الفريق الاصفر. شدوا حيلكم معانا شويه، هنشوف بقى هنعمل ايه والكوره هتروح لانهي فريق الاول. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. يلا يا ساجد. ماشي كريم ساجد. الله يلا هات الكوره عندك كريم. ماشي ساجد كريم. ماشي ما هي ما اتحسبتش. الله يا كراميلا. يلا يا ساجد. يلا يا كريم. الله شد حيلك شد حيلك. يلا الله هات الكوره. يلا شد حيلك بسرعه قوي. يلا يلا يا سجودي. الله يا ساجد شد حيلك. نقطه كلمه السر. الله يلا يا كريم. ها ساجد برافو فاضل لك زلطه وتطلع بره. الحمد لله. يلا اجيبها لك. يلا الله. يلا بقى يلا انقذ بقى قربها. هي هتجيبها. يلا ها يلا يا سجودي. الله يلا مش ممكن بقى مش ممكن بقى. حاولت يا ابني وعملت اللي بتقدر عليه كله، بس الفريق الاحمر كده بيبقى كسبان على كل العاب الترابيزه. مبسوط يا فيدي اديكم بتكسبوا اهو. هنشوف بكره بقى في الجزء الثاني هنبقى لسه الفريق الاحمر بيتقدم ولا الفريق الاصفر هيشد حيله شويه وهيبقى بيكسب العاب ثانيه معانا، بس احنا مبسوطين صح؟ مبسوطين قوي قوي؟ طيب استنونا بقى بكره نكمل الجزء الثاني، ودلوقتي نقول لهم ايه؟ باي.